عالم يطارده الجهل، آمن يبحث عنه الخوف، طبيب يهاجمه المرض. علامات رجل منهك القوى واهن الإرادة، كأنه قد تهيأ للنهاية. ابن سينا، ذلك الرجل الذي أسهم مساهمة جليلة في ترسيخ المنهج العلمي والفلسفي للحضارة العربية. إنه ابن سينا، أو الشيخ شرف الملك أبو علي الحسن ابن علي سينا، ولد عام 370 من الهجرة الموافق لعام 980 من الميلاد بقرية يقال لها أفشنة. كان يبهر من حوله إدراكا ووعيا وتحصيلا وحفظا، أخلص للعلم، فكشفت له العلوم عن قوانينها، وأفشت له الفلسفة عن أسرارها، وآمن بالعقل إيمانا مطلقا. فترى، هل أسلمه العقل دائما للحقيقة أم لسواها؟ مفكر شق طريقه وسط الأشواك والصخور، وعبد طريقا شائكا، ولولا مجهودات ابن سينا لما كنا اليوم فلسفيا. وإذا كانت دول العالم الأوروبي ما زالت تحتفل حتى الآن بابن سينا الشيخ الرئيس، فأولى بنا أن نحيي ذكراه. ولقد ترك ابن سينا ما يمكن اعتباره سيرة ذاتية روى فيها وشرح قسطا مهما من حياته. لقد تزوج أبي من والدتي بقرية أفشنة، وقطن بها وسكن حيث ولدت وولد أخي، ثم انتقلنا إلى بخارى. وبخارى من بلاد ما وراء النهر فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي سنة 90 من الهجرة، وقد نشأ بها عدد من أبرز علماء الأمة الإسلامية، كما أنها بلد البخاري إمام المحدثين. هي حالياً إحدى أهم مدن دولة أوزبكستان المستقلة، التي كانت إحدى دول الاتحاد السوفيتي المنحل. كان أبوه حاكماً قائماً على ضيعة من ضياع بخارى، حيث وفر له ولأخيه تعليماً مثالياً. بدايةً كل إنسان ابن بيئته وابن مجتمعه، وابن سينا نشأ في بيت علم وبيت جاه، وكانت متوفرة له هذا التنوع من الثقافات والمعارف. لقد أحضر أبي لي ولأخي الوحيد معلما للقرآن وآخر للأداب، ولقد استطعت أن آتي على القرآن حفظا وتعلما، وكذلك على الكثير من نصوص الأدب، وأنا بعد لم أكمل العاشرة من عمري، مما أثار إعجاب المعلمين بصورة كبيرة. ابن سينا هذا العالم الفذ المبدع المجدد الفيلسوف الطبيب الكيميائي الفلكي الجغرافي التاريخي المتعدد المواهب، لا يمكن أن يقاس بالقياسات الطبيعية مع البشر العاديين. ابن سينا بالإضافة إلى أنه في حد ذاته موسوعة ضخمة، لأنه هو ترك لنا حسب آخر إحصائية 270 كتاب ورسالة. نعم، يمكننا أن نقول أنه هو الذي وضع الكثير من المصطلحات الفلسفية باللغة العربية. انطلق ابن سينا محاولاً أن يرضي شغفه الشديد وطموحه في شتى ميادين المعرفة العقلية البحتة، فأقبل على علوم الحكمة واستهواه علم الطب.
وضع أسس لهذا الطب التجريبي واخترع كثيرا من الأدوية من الأعشاب وما دون ذلك وجربها على الحيوانات وأثبتت فعاليتها وأثبتت تأثيرها على المرض، ثم جربها على الإنسان وأصبح يدون التأثير على الأمراض المختلفة، وهو أول من وضع هذا النظام في العالم. He was keen on examining the body, I mean physically speaking, what we today call the clinic. It means the examination, the physical examination of the body. نعم، لم يكتفي بدراسة الطب نظرياً، بل مارسه عملياً حباً للخير واستفادة من تطبيق العلم، كل ذلك وهو ما يزال في سن 16 من عمره. ابن سينا هو كتب كتاب ورسالات ومقالات مطولة عن التشريح جسم الإنسان، وبالذات عن تشريح العين وعن اللسان ووصفه بدقة شديدة، وعن التشريح الداخلي للجسم لجسم الإنسان، واستخدم آلات حديثة لم تكن من قبل معروفة، واستخدم في صورة مبسطة للمشرط الحالي لفتح الأعضاء، وصورة مبسطة أخرى للموسع للأنسجة زي مثلا بنقول عليه جفت أو ما دون ذلك، وكذلك استخدم آلة تشبه المسطرة للقياس، وكان يصف العظام ويصف الغضاريف ويصف أحجامها وأطوالها ومقاييسها بدقة شديدة. رغبت في علم الطب وبدأت أقرأ الكتب المصنفة منه، وهو ليس أبدا من العلوم الصعبة، فلا جرم أنني برزت فيه في أقل مدة، حتى بدأ فضلاء الطب يقرؤون علي علم الطب، وتعهدت المرضى، ففهمت من تجربة علاجهم الكثير. إن هذه المهنة وهذا العلم ليس بالسهل على الإطلاق، فكون إن هو يجيده حتى أنه يعالج السلطان من مرض عضال احتار فيه الأطباء لفترة طويلة، وينجح في علاج هذا السلطان وهو سنه 18 عام، فده إنسان يفوق بحد كبير جدا سنه ويفوق عصره وسبق كل التوقعات التي نتوقعها من هذا السن في هذا المكان الذي نشأ في قرية بسيطة. عندما عمل طبيب لأمير بخارى دخل إلى مكتبته، كانت ثروة هؤلاء الأمراء محددة ومقدرة في قيمة ما يملكه هذا الأمير أو ذاك من الكتب وليس من المال فقط. فوجود ابن سينا في بيت علم وبيت جاه، تعلمه معارف عصره وعلوم عصره، التحاقه بخدمة أمراء يملكون مكتبات، أتاحت له الاطلاع على ما تحويه هذه المكتبات من علوم مختلفة، هو الذي أنتج لنا هذه العقلية. ابن سينا كان مفكرا أكثر منه متكلما، يعني هو كانت صلة بعيدة بعلم الكلام الذي يهتم بتأسيس العقائد تأسيسا عقليا، وإنما هو كان فيلسوفا بالمعنى الحق لهذه الكلمة، ولذلك لم يكن يعنيه الاعتقاد بقدر ما يعنيه الفكر أو الوصول إلى الحقيقة التي يعتقد أنها حقيقة. وبدخولي إلى هذه المكتبة كأنني نفثت إلى عالم كبير مليء بالعلوم والآداب. كتاب القانون. لقد مثل هذا الكتاب عملي الرئيس في الطب، وهو يدور حول الأمراض المختلفة وكيفية تشخيصها وعلاجها. كتبه طبعت وترجمت إلى عدة لغات وعدة طبعات، حتى أنه في العصر
الخامس عشر والسادس عشر وما بعد ذلك، ترجمت كتبه 50 مرة إلى اللغة اللاتينية واللغة الفرنسية. وفي فرنسا أول جامعة أنشئت في أوروبا، جامعة السوربون، درس علمه ودرست تجاربه ودرست الأدوية التي اخترعها واكتشفها. وعندما نزور جامعة السوربون حاليا نجد له وللفارابي تماثيل موضوعة في مداخل هذه الجامعات اعترافا بفضله وقيمته لديهم. ابن سينا is a very important physician. He was immensely influential. He was considered as a textbook for Western universities up to the 17th century, which means almost three quarters of the period between him and today. تصفو له الحياة في كنف السلطان نوح بن منصور الثاماني، ويؤلف في هذه الفترة كتباً عديدة، ويعكف سنة ونصف السنة على قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة، ويجهد نفسه إلى أبعد الحدود، حتى إنه لم ينم ليلة واحدة بطولها في تلك الفترة. ومهما أخذت أدنى نوم أحلم بالمسائل التي شغلتني في يقظتي، حتى إن كثيرا منها اتضحت وجوهها لي في المنام. ومن الكتب التي استعصى عليه فهمها فترة من الزمن كتاب ما وراء الطبيعة لأرسطو، الذي أعاد قراءته 40 مرة ولم يجد سبيلا لفهمه، حتى قرأ بالصدفة كتابا لأبي نصر الفارابي يشرح فيه أغراض كتاب ما وراء الطبيعة، فإذا به يستطيع فهمه ويفرح بذلك فرحا كثيرا، لدرجة أنه يتصدق في اليوم التالي بشيء كثير على الفقراء شكرا لله تعالى. ابن سينا لما بدأ يقرأ الفلسفة وهو في سن صغير لم يستطع أن يفهمها، ودرس الطب ونبغ في علم الطب، وكانت مرحلة الفلسفة مرحلة متأخرة بعد نبوغه في الطب وشهرته في الطب. قرأ هذا الكتاب قراءات متعددة، لكن لأنه لم يستوعب كل التراث الأرسطي، فكانت فلسفة ما وراء الطبيعة فلسفة بتتناول موضوعات فوق إدراك العقل، فوق إدراك العقل، وراء المادة. فكان محتاج الأول إن هو يعلم العلم الطبيعي ثم يعلم ما وراء الطبيعة. فكرة ابن سينا في الوجوب والإمكان، فهو يقول أن كل شيء إما واجب أو ممكن، والممكن يفتقر يحتاج إلى سبب أو إلى مؤثر، الممكن يفتقر إلى المؤثر، وأما الله سبحانه وتعالى فلا يفتقر إلى شيء، فهو مسبب الكل. صحيح أن الشفاء والقانون هما من أشهر موسوعاتي، لكنني ألفت رسائل وكتبا عديدة غيرهما، منها كتاب المجموع الذي احتوى سائر العلوم الفلسفية عدا الرياضة، وكتاب الحاصل والمحصول في الفلسفة أيضا، وكتاب الأرصاد الكلية في الفلك، وكتاب المبدأ والمعاد في المنطق، وكتاب الهدايات وغيرها. في هذه الفترة من الزمن وهذه البقعة من المكان، نشط دعاة مذهب الإسماعيلية نسبة إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق، حيث كان ظاهر هذه الفرقة هو التشيع لآل البيت، لكنها مالت إلى الغلو الشديد لدرجة أن الشيعة الاثني عشرية يكفرونها. يذهب بعض المؤرخين إلى أن الدولة العباسية كدولة تعتمد مذهب السنة والجماعة كانت ترى في هذه الطوائف والمذاهب الأخرى انحرافاً عقيدياً عن صحيح الدين، ومن ثم تعاملت مع أصحابها
على أساس هذا الموقف. الدولة العباسية كانت ضد الإسماعيلية، ومن أجل هذا حاولت الإسماعيلية أن هي تختفي وتعطي فكرها الرمز، واستخدمت الرموز واستخدمت الباطن، وبالتالي رد عليهم الغزالي فيما بعد في كتابه فضائح الباطنية. فكانت من الاتجاهات العارضة والرافضة للدولة العباسية، كانت الدولة العباسية بتحاربها، فحاول أصحابها أنهم يخفوا أسمائهم. جماعة إخوان الصفا على الرغم أنهم تركوا لنا أكثر من 50 رسالة لا نعرف شخص واحد من جماعة إخوان الصفا. لكن ترى هل كان ابن سينا ينتمي بالفعل للإسماعيلية الباطنية؟ ومن ثم قرر إخفاء ما يعتقده لعلمه بأن مثل هذه المذاهب التي تقترب من كونها مدارس فلسفية أكثر منها مذاهب دينية لم تجد رواجاً عند العقل المسلم، خاصة كلما اقتربنا من عواصم الثقافة الإسلامية في الحجاز والعراق ومصر. وربما هذا مضافاً إليه بعض الظروف والملابسات السياسية قد تسبب في هذا الغموض المحاط بحقيقة مذهب ابن سينا. لقد سمعت من هؤلاء الدعاة الإسماعيلية ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه، وكذلك سمع أبي وأخي، فأجاب كلاهما الدعوة بينما لم يستطيعوا أن يشدوني إليهم. أسمع وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسي. طبعا هو ليس صريحا في هذا الجانب، ولذلك قد نجد أن ابن سينا في بعض آرائه قد يكون أقرب إلى الشيعة، على اعتبار أنه من الصعب نزع ابن سينا من الشيعة، وخاصة أن الشيعة تؤمن بالتأويل، وابن سينا حصيلته الفلسفية قائمة على قدرة جبارة في التأويل، وخاصة أنه فيلسوف أولا وقبل كل شيء، والفيلسوف شغله الشاغل هو التأويل، قد يقربه هذا من الجانب الشيعي. الشيخ الرئيس ابن سينا أكبر وأعظم من أي انتماء مذهبي، وطبعا المراد بهذه المذاهب مذاهب فقهية، وابن سينا لم يؤلف كتابا ولا كتيبة ولا رسالة ولا صفحة بحدود علمي في المسائل الفقهية، إنما كان يقتصر على المسائل الفلسفية أو المسائل، إن شئت قلت المسائل العقائدية. ربما ما نقل عنه من أنه أنكر البعث بالأجساد وأنكر علم الله بالجزئيات هو الذي وضعه موضع الاتهام العقيدي عند بعض الأئمة. إيماني بالله لا يتزعزع، فلو كنت كافراً فليس ثمة مسلم حقيقي واحد على ظهر الأرض. وحينما يبلغ ابن سينا 22 من عمره يرحل والده، فيتأثر لذلك كثيراً، ويغادر حينها بخارى وهو يضمر في نفسه خوفاً، حيث أتته أخبار بقرب استيلاء السلطان محمود الغزنوي على بخارى في أقرب وقت، وحينها سوف يضطهد الفلاسفة لكرهه لهم. ورحل بالفعل إلى جرجان، وهي إحدى المدن الشهيرة التي تقع حالياً في شمال إيران، وقد أنجبت هذه المدينة كثيراً من الفلاسفة، لكن الأوضاع السياسية المتقلبة لعبت دورها في أن يرحل ابن سينا إلى الري، والتي فتحت في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها ولد الخليفة هارون الرشيد، وهي كذلك موضع العالم الرازي نابغة الكيمياء والطب، وهي الآن أطلال على مسافة كيلومترات قليلة من طهران. وفي الري عالجت أميرها شمس الدولة الذي احتضنني
وطلبني لتولي الوزارة. لكن الجند يتمردون على الوزير ابن سينا ويحبسونه، بل ويطلبون من الأمير قتله، مما يضطر الأمير إلى نفيه خارج البلاد. ولكنه يتوارى في دار شيخ يدعى أبا سعيد لمدة 40 يوماً، يعاود المرض خلالها الأمير شمس الدولة، فيعود إليه ابن سينا لعلاجه، فيعتذر الأمير له ويعيد الوزارة إليه، ويبدأ ابن سينا في تقسيم وقته بين أعمال الوزارة والتأليف. يموت شمس الدولة، ويتيقن ابن سينا من أن البلاد في طريقها للوقوع في براثن السلطان الغزنوي، فيعتذر عن الوزارة ويختفي عن أنظار الأمير الجديد. ولكن الأمير يعلم بأمره، فيعتبره هاربا منه كارها له، فيحبسه 4 أشهر كانت فترة ازدهار شديد لإنتاجه الفكري، حيث ألف خلالها عددا من الكتب. حي بن يقظان. وتتحرر قصة حي بن يقظان من أغلال القيود في ظلمة سجن ابن سينا، لكي تتربع على عرش السبق في الأدب الفلسفي العربي، وإن كان ابن طفيل يصوغ هذه القصة من جديد بعد 2 قرن من زمان صاحبنا، إلا أن الآثار والمخطوطات تثبت مولدها وانبثاق فكرتها في سجن ابن سينا، متأثراً فيها بما رسخ في ذهنه من الفلسفة اليونانية. وينسب إلى ابن سينا أيضاً أنه أسس لفرع جديد هام، وهو الأدب الفلسفي. فابن سينا صاغ صياغة روائية، قصة فلسفية تعرف باسم قصة حي ابن يقظان، وكان لهذه القصة التي عرض فيها لمجمل فلسفته الأثر الكبير بعد ذلك في محاكاتها ومعارضتها، سواء في الحضارة الإسلامية أو في الحضارة الأوروبية بعد ذلك، وتعتبر هي الجد الأول لكثير من الأعمال الروائية الفلسفية العالمية، مثل رواية روبنسون كروزو على سبيل المثال. إن كثيرين يؤكدون أن تأثيره الممتد في العالم الغربي يفوق تأثيره في الضمير الثقافي الشرقي. هي شهرة ابن سينا الطبية ربما كانت أشهر في أوروبا، لأن كتاب القانون في الطب ظل يدرس في جامعات أوروبا لمدة 7 قرون، لكن أثر ابن سينا الفلسفي في المشرق كان أقوى، لأنه خرج من تحت عباءة ابن سينا مجموعة كبيرة من الفلاسفة المسلمين، فشهرة ابن سينا تكاد تكون متساوية في مجال الطب ومجال الفلسفة، لكن كان أشهر كطبيب في أوروبا وكان أشهر كفيلسوف عند العرب. أكثر فيلسوف مشرقي تأثرت به أوروبا هو ابن سينا، والذي يطلق عليه الشيخ الرئيس. فإذا أطلقت كلمة الشيخ الرئيس يقصد بها ابن سينا. إن الفيلسوف بيكون يقول: لقد تحددت الفلسفة في اللغة اليونانية على يد أرسطو، ثم تحددت في اللغة العربية على يد ابن سينا. وتقتضي حكمة القدير أن صاحب القانون والشفاء في الطب يخفق في مداواة نفسه بعد أن اعتراه مرض في القولون، فيحقن نفسه 8 مرات في اليوم أملاً في الشفاء، ولكنه يعجز، فيسلم الشيخ الرئيس أمره موقناً بالنهاية، فيغتسل ويتصدق ويعتق مملوكيه، فما أشبه البداية بالنهاية، فقد بدأ حياته هائماً بعينيه بين دفتي القرآن الكريم، وختم حياته بقلب يسكن بين طيات نوره المبين، في يوم جمعة من شهر رمضان
من عام 428 من الهجرة في همدان، وهي إحدى مدن إيران التي لا يزال قبره بها حتى اليوم. عاش إذن 57 عاماً فقط، ولكنه ترك وراءه إنجازاً يجاوز 10 أضعاف عمره، موسوعات في الطب والفلسفة وعلم النفس والفيزياء والرياضيات والموسيقى وغيرها، تحتاج إلى 570 عاماً كي تنجز. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك.